الستوري اللي عندنا ان شاء الله السنه دي اسهل بكتير من السنين اللي فاتت، يعني بتعتبر هديه لنا السنه دي. عنوان الستوري هوم ستي فريندز، معلش سيب لي الستوريز بيج كام عشان بس ما لحقتش اجيبها. 137 100 ولا ده هنا 102، شوفوها كده 102 102 يا سير. تمام 102 102 تمام تمام جبتها يا سير 102 تمام. عندي هوم ستي فريندز، يعني ايه هوم ستي فريندز؟ معناها اصدقاء بالاستضافه، اصدقاء بالاستضافه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لي صديق في امريكا مثلا، بروح اقعد عنده اسبوع اسبوعين ثلاثه زي ما يكون، على اساس ان هو بيستضيفني عنده، او هو يجي عندي هنا في مصر مثلا، يبقى ده اسمه هوم ستي فريند، بمعنى صديق بالاستضافه، صديق بالاستضافه. طيب الحدوته اللي عندنا او القصه اللي عندنا بتدور بين شخصيتين ثلاثه، يعني العمليه مش عمليه ان انا هحفظ شخصيات كتير، هم شخصيتين ثلاثه اللي مطلوبين عندي في الستوري كلها، اللي هو الشخص الضيف اللي اسمه ديباك، الشخص الضيف اللي عندي اسمه ديباك، ومين الشخص المضيف او اللي بيستقبله عنده في امريكا، ده شخص تاني اسمه مارك. يبقى انا عندي دلوقتي الشخصيات، في ديباك اللي اسمه مكتوب قدامي، ده الاسماء طبعا بتتكتب كابيتال وتحفظ بالسبيلنج بتاعها صح، لان كل الحكايه هم اسمين ثلاثه، يبقى احفظهم صح عشان اقدر احل صح. ديباك اللي هو الصديق اللي هو الضيف يعني، وعندي الاخ الثاني اللي هو مستضيفه اللي اسمه مارك، وطبعا عندنا ماركز مام وماركز داد، بابا مارك ومامه مارك. تعالوا نشوف احداث القصه في شكل نقط كده مختصره. بقول ديباك از فروم نيبال، ديباك از فروم نيبال، الولد ديباك ده هو من نيبال. بيجي لي عليها سؤال في الامتحان، يجي لي في الامتحان يقول لي وير از ديباك فروم، وير از ديباك فروم، هكتب له في الاجابه نيبال، بلد اسمها نيبال. تمام، يبقى وير از ديباك فروم، هي از فروم نيبال. طيب ديباك فيزيتس هيز امريكان فريند مارك، ديباك بيزور صديقه الامريكي اللي اسمه مارك. تمام، يبقى تاني ديباك فيزيتس هيز فريند او هيز امريكان فريند مين؟ مارك. تمام، طيب ماركز مام اللي هي مامت مارك ويلكمز هيم، يعني ويلكمز ديباك وورملي، ازاي استقبله ديباك عندهم في بيتهم؟ بنقول وورملي، يعني ايه كلمه وورملي؟ بحراره، بدفء، قابلوه كويس، يعني قابلوه استضافوه كويس. يبقى كلمه وورملي هي الاجابه على السؤال اللي هيقول لي هاو ديد ذي ويلكم ديباك، هاو ديد ذي ويلكم ديباك، كيف رحبوا او استقبلوا ديباك؟ هنقول وورملي، وورملي بدفء. ديباك نيفر ويرز شوز انسايد هوم، ديباك اللي هو الضيف ده عمره ما بيلبس الشوز بتاعه جوه البيت زينا كده. تمام، يعني لازم يخلع الشوز بتاعه بره البيت. تاني ديباك نيفر ويرز شوز، عمره ما بيلبس الشوز انسايد هوم، داخل البيت. طيب ديباك نيفر بلايز فيديو جيمز، يبقى هو عمره ما بيلبس شوز داخل البيت، وكمان عمره ما يسمع عن لعبه اسمها الفيديو جيم، العاب الفيديو. ديباك نيفر بلايز فيديو جيمز، عمره ما لعب فيديو جيمز. Now he is happy to play video games. دلوقتي هو مبسوط انه بيلعب فيديو جيمز. بيلعب مع مين؟ مع مارك. امتى؟ لما مارك بيساله بيقول له ها تيجي تلعب فيديو جيمز؟ قال له ايه فيديو جيمز دي؟ انا ما اسمعش عن كلمه زي دي، ما اعرفهاش. قال له تعالى وجرب وشوف. لعب بالفعل معاه وكان هابي ان هو لعب الفيديو جيمز. يجي لي في الامتحان يقول لي did the back play video games؟ هقول له no. Why؟ هقول he never played وان بيفور، يعني هي نيفر بلايد فيديو جيم بيفور، عمره ما لعب فيديو جيمز قبل كده. طيب بعد كده مارك بيساله بيقول له قول لي وات دو يو لايك دوينج، ده بتحب تعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتحبها؟ ديباك لايكس بلاينج فوتبول اند رايدنج هيز بايك. تاني ديباك لايكس بلاينج فوتبول، بيحب لعب كره القدم، اند رايدنج هيز بايك، وركوب العجله بتاعته. تجي لي في الامتحان يقول لي ديباك لايكس نقط اند نقط، هقول له بلينج فوتبول اند رايدنج هيز بايك. تمام، تاني دي جمله اكمل في الامتحان كومبليت، يقول لي ديباك لايكس نقط اند نقط، هقول له بلينج فوتبول اند رايدنج هيز بايك. ان امريكا طبعا ديباك بيقول لي مارك انتوا عندكم في امريكا الفوتبول اللي هي عندنا في نيبال از كولد سوكر. تاني
ان امريكا فوتبول از كولد سوكر. ممكن تيجي تجيلي في الامتحان يقول لي ان امريكا فوتبول از كولد نقط، اقول له سوكر. يعني ايه سوكر؟ يعني فوتبول كره قدم، ودي كره قدم بس الاسم مختلف من بلد للثانيه. يبقى هو في امريكا معروف ان هي سوكر، اما بالنسبه له هناك في نيبال بلده اسمها فوتبول زي عندنا كده فوتبول. مارك takes the bag to play in the park. مارك اللي هو الصديق الامريكي بياخد the bag صديقه ده to play in the park. يجي لي في الامتحان يقول لي مارك takes the bag to play in the نقط، اقول له بارك، اقول له بارك. تمام. the bag sleeps in the guest room. يعني ايه guest room؟ حجره الضيوف. يجي لي في الامتحان يقول لي where is or where does the bag sleep. Where does the bag sleep؟ هو the bag بينام فين؟ هقول له in the guest room. لو جاي لي complete هيقول لي the bag sleeps in the، هقول له guest room، حجرة الضيوف. طيب the bag sent an email to his family in Nepal. the bag بيبعت email، رسالة بريد الكتروني to his family لأسرته اللي موجودين في نيبال يطمنهم عليه. the bag missed، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه مزد؟ بيفتقد، مفتقد. مفتقد ايه؟ ايه اللي وحشه؟ ايه اللي وحشه دي باك؟ هو مفتقد ليه نيبالي فود. لا نيبال، لا هو فروم نيبال، هو من بلد اسمها نيبال، انما الاكل النيبالي اسمه نيبالي فود. يبقى دي باك مزد نيبالي فود، هو مفتقد للاكل النيبالي اللي هو الاكل بتاع بلده. and missed his family، وكمان مفتقد ووحشه جدا اسرته. يجي لي في الامتحان يقول لي the bag missed نقط and his نقط، هقول له نيبالي فود، كلمات سهله خالص اهي، نيبالي فود and his family. يبقى تاني the bag missed نيبالي فود and his family. طيب عشان هو مفتقد للحاجات دي the bag felt lonely. يعني ايه lonely؟ يشعر بالوحده لوحده. يعني لا بيشعر بالوحده، يعني ممكن يكون بالناس كتير بس هو حاسس ان هو وحيد مفتقد لحاجات كتيره، منها زي ما قلنا نيبالي فود والفاميلي بتوعه، ولذلك هو بيشعر بوحده lonely. he felt lonely and homesick. عنده مرض كده، عنده مرض كده اسمه الحنين للوطن، homesick الحنين للوطن، نفسه يرجع بلده. يبقى تاني تيجي لي ديت جزئيه دي يقول لي دي باك فيلت نقط اند نقط. دي باك فيلت ايه اند ايه؟ هقول له لونلي اند هوم سيك، لونلي اند هوم سيك. اقول تاني دي باك فيلت غير دي باك ميزد. تمام دي باك ميزد هو مفتقد، ايه اللي وحشه؟ نيبالي فود اند هيز فاميلي، الطعام النيبالي، وكمان مفتقد لاسرته، وحشاء اسرته. دي باك فيلت قلنا لونلي بيشعر بالوحده، اند هوم سيك والحنين الى الوطن. ليه بيقول هو تاني لمارك everything is different here، كل حاجه مختلفه هنا عندكم في امريكا عن بلدنا اللي هي نيبال. everything is different here، كل شيء مختلف. مارك لما لقى صديقه اللي هو دي باك بيشعر بانه هو لونلي وكمان هومسك، اما لقاه زعلان كده عمل ايه مارك؟ عمل سيربرايز، عمل سيربرايز، عمل مفاجاه لمين؟ لدي باك صديقه. عمل له ايه مارك؟ انفايتد، او اقدر اقول كولد، اتصل. انفايتد بمعنى عزم او دعا هيز فريندز اصحابه او اصدقائه تو ستي ويز دي باك، عشان يقعدوا مع دي باك يسلوه. هو بيشعر بالوحده، هيجيب له ناس بقى يفرفشوه كده ويقعدوا معاه. تو ستي ويز دي باك ات هوم، يقعدوا مع دي باك في بيتهم. دي باك واز سو هابي، دي باك لما جاب له مارك اصدقائه كان مبسوط جدا وكان سعيد. هي واز سو هابي، وديت بنسميها ذا فيرست سربرايز، المفاجاه الاولى. هو في مفاجاه تانية؟ ان شاء الله في مفاجاه تانية. يبقى لو جالي وقال لي وات واز ذا فيرست سربرايز، ايه هي المفاجاه الاولى؟ أقول له مارك invited his friends to stay with the back. أقول تاني مارك invited his friends، مارك عزم أصدقائه to stay with the back، عشان يجوا يقيموا ويقعدوا مع the back. وديت كانت the first surprise. ممكن تجي لي بطريقة تانية؟ يقول لي what did Mark do؟
for Deepak. هو مارك عمل ايه لديباك؟ هقول له he invited his friends to stay with Deepak. عزم اصحابه عشان يجوا يقعدوا مع Deepak. تمام؟ دي بنسميها the first surprise. نروح للسكند سربرايز. مارك's mother, مامة مارك, emailed. emailed معناها sent an email, ارسلت ايميل. Deepak's mother ارسلت ايميل لمامة Deepak. يبقى مارك's mother, مامة مارك, emailed Deepak's mother, ارسلت ايميل الى ام Deepak. ليه؟ why? to ask her, عشان تسألها how to make dalbahat. ها؟ how to make dalbahat. مين dalbahat؟ دي الوجبة اللي بيحبها, الطبق اللي بيحبه Deepak. دي الوجبة اللي بيحبها Deepak. قولي لي يا ست ام Deepak, انت بتعمل Deepak الدلبهات ازاي؟ تعمل له الوجبات ازاي؟ تمام؟ it was Deepak's favorite dish. هي مين؟ الدلبهات ديت هي الطبق المفضل او الاكل المفضل لدى Deepak. الاكلة اللي بيموت فيها او كده اسمها دلبهات. اللي هي عبارة عن ايه الدلبهات دي؟ عبارة عن رايس and beans, رز وفول. رز وفول, فول صاحي كده حب. تمام؟ تاكل بالايد اليمين, يكور يكور شوية رز كده بفول ويرميهم في بقه. ده الدلبهات. It was Deepak's favorite dish, الأكل المفضل لدى Deepak. وديت بنسميها the second surprise, المفاجأة الثانية. The second surprise, المفاجأة الثانية. يبقى لو جاء قال لي what were the two surprises, ايه هما two surprises؟ وده سؤال موجود في كتاب المدرسة, موجود في الستوري في كتاب المدرسة, ولما احب اجيب امتحان بجيبه من كتاب المدرسة. طيب what were the two surprises, ايه هما المفاجئتين يا كريم؟ المفاجأة الاولى هقول له one, ايه number one؟ ان مارك invited his friends to stay with Deepak. بس ما طولش في الكلام. تاني, مارك invited his friends to stay with Deepak. دي number one. number two, Mark's mother, مامة مارك, made, عملت دلبهات for Deepak. مش هقول له بعت مامة مارك بعتت ايميل عشان تعمل وتسأل وتخلي, لا انا بقول المفاجئتين. يبقى هقول number one, ان مارك invited his friends to stay with Deepak. number two, Mark's mother made, عملت دلبهات for Deepak, عملت دلبهات علشان Deepak. طيب يبقى دولت التو سربرايزز. تمام؟ طيب يجي لي سؤال ويقول لي why did Mark's mother send an email to Deepak's mother, ليه مامة مارك بعتت ايميل لمامة Deepak؟ هقول to ask her, to ask her عشان تسألها how to make دلبهات, عشان تسألها how to make دلبهات, ازاي تعمل الدلبهات, ازاي تحضر الطبق ده لDeepak. تمام؟ طيب سير نعم سير, وينفع تقول الأسئلة دي تاني؟ الأسئلة اللي أنا بقولها يا حبايب قلبي موجودة, ما تقلقوش, موجودة كل الأسئلة اللي بقولها موجودة في الورق اللي معاكم, ما تقلقوش. سير مش الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي كيب صح؟ شور. تمام. They eat it, بياكلوا الوجبة ديت اللي هي الدلبهات, with their right hands, بياكلوها بإيدهم اليمين. بإيديهم, مش بالسبون ولا الفورك, لا بشوكة ولا بسكينة ولا بمعلقة, بإيديهم. يمسك بإيديه كده الرز والفول ويبعتهم لبقه على طول. تمام؟ ده بالنسبة لملخص الستوري كلها. يعني ده احنا ما يجوش خمس ست نقط. ايوه خمس ست نقط, دي الستوري كلها. قلنا Deepak is from Nepal, Deepak من نيبال. طيب Deepak visits his American friend اللي اسمه Mark. مارك's mom welcomed Deepak, ازاي رحبت بيه ازاي؟ warmly, عايز الكلمه ده هي بس, warmly. بدفء. يعني ايه warmly؟ بدفء, بحراره, قبله كويس. زي انت كده ما تبقي رايحه عند طنط كده وطنط تقابلك وتحضنك وتبوس فيك. تمام. تمام. ايوه هي مش القصه دي, بدل ما نحفظها نحفظ القصه, يعني بتكون الاسئله موجوده فيها كل حته خدناها في القصه. حبيبتي انا بديك الاول النوتس اللي هي الملاحظات او الجمل الاساسيه الافكار الرئيسيه للستوري, وبعد كده عامل لك سؤال واجابه, هنحفظ السؤال والاجابه. تمام 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 يا سير. تمام. قلنا مارك's mom welcome him warmly, بدفء, قابلته كويس. يعني
the back never wears the shoes. الحته بتاعت الشوز دي مهمه. عمره ما لبس شوز inside home جوه البيت. ليه؟ بيخلع الشوز بتاعه بره. طب وبالنسبه لمارك؟ وبالنسبه لمارك لا، مارك always wears shoes inside. مارك في امريكا دايما الشوز بتاعه في رجليه جوه البيت وبره البيت. نقول تاني الحته دي، دي باك نيفر ويرز شوز انسايد، دي باك عمره ما بيلبس شوز انسايد يعني داخل البيت. طب وبالنسبه لمارك؟ لا، مارك اولويز، هشيل نيفر واقول له اولويز. يبقى اللي بيقول اي نيفر وير شوز انسايد، انا عمري ما بلبس الشوز داخل البيت، ده اللي بيقول الكلام ده دي باك. اما اللي بيقول اي اولويز وير، انا دايما بلبس الشوز انسايد، ده مارك الامريكي. دي باك نيفر بلايز فيديو جيمز، عمره ما لعب لعبه اسمها الفيديو جيمز. لما بيسأله مارك هي رأيك يلا نلعب فيديو جيمز، قال له ايه الفيديو جيمز اللي انت بتقول عليها دي، انا ما اسمعش عن حاجة اسمها كده، انا عمري ما لعبت لعبة زي دي. يبقى he never played video games، عمر ما لعب فيديو جيم قبل كده. طيب قول لي حبيبي what do you like، انت بتحب ايه، تحب تلعب ايه؟ قال له I like playing football and riding my bike، بحب ألعب كورة قدم وكمان أركب العجلة بتاعتي. يبقى لو حد هنا بيقول لي I like playing football and riding my bike، مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده اسمه ديباك. بيقوله لمين؟ لمارك. لمارك زميله، صديقه، مش هو اللي بيسأله؟ بيقوله لمارك. ودي المفاجأة بتاعتنا السنة دي يا حلوين، إن أنا عندي سؤال جديد في أسئلة الستوري، ما عادش الأسئلة كلها سؤال وإجابة زي ما كنا متعودين السنين اللي فاتت، أصبح عندي سؤال جديد اسمه كوتيشن. إيه الكوتيشن ده يا سير؟ هنعرفه دلوقتي، تمام؟ يلا نروح ليه نوعيه الاسئله. ايه الكوتيشن ده؟ الكوتيشن عباره عن نص كلام، جمله اتقالت في القصه، بيسالني عليها ثلاث اسئله. بيقول لي اول سؤال مين اللي بيقول الكلام ده، مين اللي كان بيتكلم ويقول كده، هقول له دي باك او مارك او ماركز مام. طب بيقول لي مين، بيقول لي كذا الاسم الثاني اللي كان بيكلمه، ويقوم سألني سؤال ثالث خاص بالجزئية دي اللي هو أي حاجة لها علاقة بالجملة اللي اتقالت. بمعنى حلوين، لو أنا جيت دلوقتي وقلت جيت قلت نوت I like playing football and riding my bike، Who is the speaker، من المتحدث، هقول له دي باك. سيجا أنا قلبت الصفحة لقيت السؤال اللي هو بتاع الكويشنز ده. تمام أهو، يلا نروح عندي questions with answers الأول، هنشوف الأسئلة بالإجابات الأول، وهم حوالي 9 أسئلة بس بإجاباتهم، أهم هم دولة المهمين في الأسئلة كلها. Where does the bag come from؟ هقول the bag comes from نيبال. طب يا سيدي أنا كتبت from نيبال، صح، كتبت نيبال بس، صح، تمام. يبقى العملية سهلة، سؤال وإجابة حفظهم سهل، ما هو الصعب. أنا قبل كده في القصص بتاع السنين اللي فاتت كنت باخد 30 و40 و50 سؤال بإجابته، لا دول 9 اسئله هم باجاباتهم. شكرا شكرا، تمام. يبقى وير داز دي باك كام فروم، هقول دي باك كامز فروم نيبال، هو من بلد اسمها نيبال جنب الهند كده، تمام. طيب وير ديد دي باك جو، اين ذهب دي باك، اند واي، ولماذا؟ دي باك وينت تو امريكا، راح امريكا ليه؟ تو فيزيت هيز فريند مارك، عشان يزور زميله اللي اسمه مارك، تو فيزيت مارك. How did Mark's family، كيف أسرة مارك، welcome the back، كيف رحبوا بدي باك، قلت لك من شوية warmly. How did Mark's family أو how did Mark's mom أو father welcome the back، رحبوا به إزاي، warmly بدفء. Where did the back sleep، هو دي باك ده كان بينام فين، قلنا in the guest room، in the guest room في حجرة الضيوف، guest room. Where did the back and Mark go، هو دي باك ومارك راحوا فين، قلنا they went to the park، park عشان يلعبوا هناك شوية وفكوا عن نفسهم، park. What did the back miss، الله، what did the back miss، هو دي باك ده مفتقد لإيه، إيه اللي وحشه، كلمة miss معناها مفتقد أو وحشه، إيه اللي وحشه، قلنا حاجتين، إيه هما، Nepali food and his family. يجي لي بالسؤال كده او يجيبها لي كومبليت، يبقى بقول له نيبالي فود اند هيز فاميلي، الاكل النيبالي وكمان اسرته. ديد دي باك، نركز بقى السؤال ده، ديد دي باك فيل هوم سيك، هو الواد دي باك كان عنده مرض اسمه الهوم سيك، كان وحشه بلده، كان بيحن لوطنه، اه طبعا، يس هي ديد، ديد دي باك فيل هوم سيك، ايوه ده احنا قلنا ان هي فيلت
lonely and homesick، كان بيشعر بالوحدة وبيشعر بالحنين إلى الوطن. يبقى yes he did، أيوة طبعا كان وحشه بلده. Did the bag feel homesick؟ Yes he did، أيوة طبعا. How did Mark help his friend the bag؟ هو مارك ساعد صديقه إزاي عشان يطلعه من الأزمة اللي هو فيها ده؟ قلنا Mark invited some of his friends to stay with the bag at home، وديت كانت the first surprise. يا حلوين، انتوا نمتوا ولا ايه؟ surprise. هسأل دلوقتي، صحصحوا كده. ديت كانت قلنا the first surprise. How did Mark's mother cook the bahat؟ كيف صنعت او كيف طبخت الست دي، عملت طبق الدلبهات ازاي؟ قلنا she emailed the bag's mother to know how to cook او to make دلبهات. cook او make دلبهات، بعتت ايميل لمامة دي باك عشان تسألها ازاي تعمل طبق الدلبهات ده. تمام، ده بالنسبة ده بالنسبة للسؤال والإجابة. يا شريف، ايوه، هي مدينة نيبال دي فين؟ ما انا قلت نيبال بالقرب من الهند، ما بين الهند والصين، ما بين الهند والصين، بلد يعني متخلفة شوية، ما تقلقوش. تعالوا لي لجزئية دي كوتيشنز بقى. بنقول كوتيشنز اللي هي التعليقات زي الكومنتس كده اللي احنا بنكتبها في على الفيس والكلام ده. مام دي باك از هير، يا ماما دي باك هنا، دي باك وصل. مين اللي بيقول الكلام ده حلوين؟ مارك. اللي بيقول كده هو از سبيكينج او هو از ذا سبيكر، هكتب مارك. وقلت الاسماء تكتب كابيتال، الاسئله كلها انت هتجاوبها باسماء، يبقى الاول هنا هكتب مارك كابيتال. How did they welcome the back؟ كيف رحبوا بدي باك؟ warmly. warmly. Where does the back come from؟ from Nepal. Nepal. ده كوتيشن يا حلوين. يبقى أول كوتيشن عندي مهم في أول صفحة في كتاب المدرسة. Mom, the back is here. يا ماما دي باك وصل أهو. أهلا يا حبيبي، تعالى. مين اللي بيتكلم؟ قلنا مارك. How did they welcome the back؟ قلنا warmly. Where does the bag come from؟ قلنا he comes from Nepal أو نيبال وخلاص. كوتيشن تاني. I haven't seen you since you were a baby. I haven't seen you since you were a baby. ما شفتكش من ساعة ما كنت نونة. I am glad you are here. أنا مبسوطة أنك هنا. مين اللي بيقول البقين الحلوين دول؟ Mark's mother أو Mark's mom. مامة مارك اللي بتقول الكلام الحلو ده وهي بتقابل ديباك. يبقى هو سبيكينج ماركز مادر. هو داز ذا سبيكر توك تو، معناها الى من يتحدث، بتكلم مع مين، بتقول لمين؟ ديباك. ديباك. ركز في الحته اللي جايه. از ات ذا فيرست تايم زي سي اتش اذر؟ از ات ذا فيرست تايم، هي دي اول مره يشوفوا بعض؟ no. عرفت منين؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ انا ما شفتكش من ساعة ما كنت نونة، يعني شافته قبل كده. ايوه شافته قبل كده، ايوه شافته قبل كده. يبقى لما يقول لي في الامتحان is it the first time، هقول له no it isn't. طب قول لي، خد ده. have they ever met before؟ have they ever met before؟ هل هم تقابلوا قبل كده؟ yes. هقول yes they have. yes. لو مديني have هقول له yes they have. has هقول له has. is هقول له is. تمام تمام. كوتيشن تاني، كوتيشن تاني. Where do you take off your shoes؟ take off معناها تخلع، انت بتخلع الشوز بتاعك فين؟ I never wear shoes inside، عمر ما بلبس الشوز جوه البيت. مين اللي بيقول الكلام ده؟ هو از سبيكر ديباك. ديباك بيسأل ماركو بيقول له ها اخلع الشوز بتاعي فين، انتوا بتخلعوا الشوز بتاعكم فين؟ انا عمري ما بدخل بالشوز جوه البيت. فطبعا هنا السبيكر ديباك. هو ده ذا سبيكر توك تو، بيتكلم مع مين؟ مارك. هيز فريند مارك. ده ذا سبيكر، هو مين السبيكر؟ دي باك. دي باك، احنا اتفقنا ان هو دي باك اهو. ها ده ذا سبيكر وير شوز انسايد، هل السبيكر اللي هو دي باك بيلبس الشوز جوه البيت؟ ده بيقول لي اي نيفر، انا عمري ما بلبس الشوز جوه البيت. يبقى نو هي دازنت، نو هي دازنت. تمام، حلوه الكوتيشن لحد دلوقتي. حلو. I always wear mine inside. Don't worry. I always wear mine. Mine. Mine هنا معناها إيه حلوين؟ Mine هنا معناها إيه؟
بتاعتي اللي هي يعني ايه؟ بتاعي اللي هي ايه؟ ملكي. اللي هي ايه؟ هي ايه اللي ملكي؟ الشوز. الشوز قصده الشوز، تمام؟ عشان دي عليها سؤال دلوقتي. I always wear mine inside, don't worry. أنا دايما بلبس جزمتي جوه، don't worry ما تقلقش. Who is speaking؟ من اللي دايما بيلبس؟ من اللي always؟ مارك. Who does the speaker talk to؟ بيتكلم مع مين؟ ديباك. مع ديباك. What does the speaker mean by saying mine؟ هو قصده ايه بكلمة mine؟ هقول له my shoes. Mine معناها my shoes. تمام؟ تمام. تعالوا النقطة تانية. Do you like to play video games؟ تحب تلعب معايا فيديو جيمز؟ مين اللي سبيكر هنا؟ مارك. هو ده السبيكر. توك تو تو مين؟ ديباك. ديباك. Did he or she play video games before؟ هل هو لعب او هي لعبت قبل كده؟ هقول له No, he didn't. Why؟ لماذا؟ هقول he never played a game before. عمره ما لعب لعبة قبل كده، ما يعرفش الفيديو جيم ده خالص. He never played a game before. والدليل على كده تعالوا نشوف الكوتيشن اللي بعده. I've never played one before. خلي بالكم، انا عمري ما لعبت لعبة قبل كده او واحدة قبل كده. one هنا هوت معناها ايه؟ ها بسرعة كده، one دي معناها ايه؟ فيديو جيم. ايوه كده صحصحوا. ايوه كده بسطوني، انا ببقى مبسوط لما بتجاوبوا. وان هنا معناها ا فيديو جيم. يبقى لما بيقول هنا I've never played one before معناها I've never played a video game before، عمري ما لعبت فيديو جيم قبل كده. Who is the speaker؟ ديباك. Who does the speaker talk to؟ بيتكلم مع مين؟ مارك. What does the speaker mean by saying one؟ كلمة one هنا معناها ايه؟ A video game. ادخل على اللي جاي. I like playing football and riding my bike. ده كوتيشن لوحده. وكوتيشن تاني قريب منه. I think football is called soccer here. اعتقد ان الفوتبول اسمها سوكر برضو هنا. ديباك. اللي بيقول الجملتين دول، اللي بيقول الجملتين دول سبيكر. ديباك. هو داز ذا سبيكر توك تو، بيتكلم مع مين؟ مارك. وير داز ذا سبيكرز فريند؟ نركز بقى، نركز، هنقع في ديت. وير داز ذا سبيكرز فريند؟ سبيكرز فريند، احنا اتفقنا مين السبيكر؟ مارك. مين السبيكر؟ ديباك. يبقى مارك. السبيكرز فريند مين؟ اللي هو مارك. كام فروم؟ هكتب ايه في الاجابه؟ امريكا. امريكا، برافو عليكم. يبقى اقول هي از فروم امريكا. هنا ما بيسالنيش عن ديباك، هنا بيسالنا عن صديق المتحدث. المتحدث قلنا اسمه ديباك، يبقى صديقه اسمه مين؟ مارك. هو مارك منين؟ هقول هي از فروم امريكا. اوكي. Everything is so different here. كل حاجه مختلفه هنا. I miss Nepali food and I miss